بداية، ما هي الأسباب التي تراها لفشل تلك العملية العسكرية الروسية من اقتحام العاصمة الأوكرانية كييف؟ يعني بالحق فشل العملية العسكرية أو فشل احتلال، هناك ثلاثة أسباب. السبب الأول بسبب الدفاع المستميت من قبل الأهالي ومن قبل الجيش الأوكراني ومن قبل القيادة الأوكرانية. هناك كان تعاون كبير جدا بين القيادة الأوكرانية برئاسة الرئيس الأوكراني مع الجيش، مع الشعب الأوكراني الذين يرفضون سقوط عاصمتهم. هذا السبب الأول. السبب الثاني، نعم كانت هناك محاولات متعددة من قبل الجيش الروسي، ودائما المهاجم هو يكون خاسر أكثر من المدافع. الجيش الأوكراني كان متحضر للعملية وقد كبد الجيش الروسي خسائر فادحة في الأرواح وكذلك في العدل. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، هناك ضغوط دولية كبيرة جدا تتالت على روسيا، وهناك ضغوط سياسية، ضغوط أمنية، ضغوط إعلامية، ضغوط دبلوماسية.